بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خلاص احنا في الجيت لغاية الفيديو اللي فات، اعتبر اقول يعني حلو حلو اللي احنا عملناه في الجيت، جميل جدا، مش محتاج منك غير دول دلوقتي. وان شاء الله واحنا شغالين هضيف لك كوماندز مهمة جدا هتستخدمها في شغلك ان شاء الله. كده الجيت خلينا نقول ترو، صح. هيتنقل فين؟ هيتنقل على الجيت هاب. هيتنقل فين؟ على الجيت هاب. وطبعا الجيت هاب ده بيبقى سيرفر موجود على الانترنت، انت بتقدر تستخدمه عشان ترفع المشاريع بتاعتك. بتستخدم الايه؟ بتستخدم ايه؟ لو جيت هنا اهو، بص معايا، لو جيت فتحت جوجل، تمام، الجيت هاب اهو، ده عباره عن زي ما انت شايف كده حاجه موجوده عندك على الانترنت، عباره عن سيرفر بتقدر من خلاله ترفع البروجكتات الخاصه بيك. دي كل البروجكتات اللي انا ايه؟ اللي انا رافعها من اول ما كنت بتعلم. كل حاجه بعملها برفعها. هنعرف ده كله، هنعرف من البدايه خالص ازاي اصلا نعمل اكونت عليه والكلام ده كله. بس قبل ما نتكلم في اي حاجه، طبعا ده الجيت هاب، تمام. قبل ما نتكلم في كل في اي حاجه، طبعا كنا شارحين الجيت وجيت هاب والفرق ما بينهم. الجيت ده بيكون لوكال. لوكال يعني على ايه؟ على الاوبريتنج سيستم بتاعك. ديت التولز، ممكن نقول التولز يعني ايه؟ الحاجه اللي بيستخدمها او الكوماندز اللي بيستخدمها عشان اقدر اعمل بروسيسنج على كل حاجه عندي، زي ما اتكلمنا وزي ما احنا بقالنا اكتر من حوالي 15 فيديو او ايا كان اكتر او اقل بنتكلم عن الجيت، عباره عن كوماندز تولز بنستخدمها عشان نعمل البروسيسنج بتاعتنا. تمام، عملنا البروسيسنج بتاعتنا على الفايلز بتاعتنا والبروجيكت بتاعتنا، فاضل ايه؟ فاضل ان انا البروجيكتات ديت احتفظ بيها على سيرفر عندي عشان ما تضيعش مني، اللي هو ايه؟ اللي هو جيت هاب. فاذا لو هنتكلم بشكل بلدي خالص، الجيت هاب هو ممكن تقول منصه، ممكن تقول سيرفر، ممكن تقول اي حاجه بترفع عليها الملفات الخاصه بيك عن طريق الجيت. بتستخدم الجيت كوسيط بين الفايلات او البروجكتات او كل حاجه. اهو دي الداتا بتاعتك، دي الفايلز بتاعتك، بتستخدم الجيت اهو، الجيت عشان ايه؟ عشان تقدر ترفع على ايه؟ على الجيت هاب. تمام؟ طبعا الجيت هاب ده بقى ايه؟ جلوبال، بيكون عن طريق الانترنت وحاجه جلوبال، لكن دي لوكال، لوكال موجود عندك على الجهاز. تمام؟ تمام. اذا ان شاء الله من المره الجايه نبدا بقى في الايه؟ في الجيت هاب، نبدا ناخد الاول فكره عنده، نبدا نشوف ازاي بنكنت ريبوزيتوري عليه، ونعمل اكونت ونظبط الدنيا وناخد وقتنا فيه، وبعد كده بقى نبدا ايه؟ نستخدم الجيت هاب، الجيت والجيت هاب مع بعض عشان نبدا نرفع الايه؟ نبدا نرفع الايه؟ الفايلز بتاعتنا من غير اي مشاكل خالص. تمام؟ تمام. اتمنى يا جماعه اكون موفق لغايه دلوقتي في الشرح، واكون قادر افيدكم بقدر الامكان. واكيد لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينكد ان تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.